السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، وتحت شعار أجي تفهم الرياضيات قررت أنني ندير دورة تكوينية في مهن التربية والتكوين، وخاصة في مادة الرياضيات للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم. واليوم وصلنا للدرس الرابع وهو درس المعادلات. غادي نتعرفوا على كيفاش نخرجوا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد ومجموعة من التطبيقات التي ستعزز فهمي لدرس المعادلات. إذا بقوا معايا باش نعرفوا كل ما يهم المعادلات. إذا تعريف معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا كل متساوية من النوع A x plus b égal à 0، حيث أن A و b عددان جذريان معلومان، تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا إذا كانت عندنا واحد المتساوية مكتوبة على هذا الشكل، هذا A في x زائد ب يساوي صفر، بحيث x هو المجهول و a و b عددان جذريان معلومة. هذه المتساوية كتسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا الحل العام لهذه المعادلة a x زائد b يساوي صفر. إذا كان a يساوي صفر و b يساوي صفر، فإن جميع الأعداد الجذرية تكون حلولا للمعادلة. في الحالة ديال a كتساوي صفر و b كتساوي صفر، يعني الكل كيساوي صفر كتساوي صفر. إذا جميع الأعداد الجذرية هي حلول للمعادلة. دابا في الحالة ديال أن a كتساوي صفر و b تخالف الصفر، a كتساوي صفر، إذا كانت a كتساوي صفر غادي نضربوها في x، إذا الكل غادي يساوي صفر، زائد ب يخالف الصفر، يعني غادي يكون عدد معلوم، فإن هذه المعادلة لا تقبل حلا، يعني غادي تكون ما عندهاش حل. علاش؟ لأنه لا يمكن أنه تكون ب تخالف الصفر وتساوي صفر في نفس الآن. الآن الحالة الثالثة، إذا كان A يخالف الصفر و B يخالف الصفر، فإن ناقص B على A حل لهذه المعادلة. إذا في الحالة ديال A كتخالف الصفر و ب كتخالف الصفر، يعني ان اكس كيساوي ناقص ب على ا هو الحل ديال هذه المعادله. اذا مثال حل المعادله 6 اكس زائد 3 يساوي صفر. اذا في هذه الحاله ا هو 6 و ب هو 3، اذا ا كتخالف الصفر و ب كذلك تخالف الصفر، فان اذا خليت المجهول في طرف ورديت المعلوم الى الطرف الثاني. اذا الى رديت 3 الى الطرف الثاني غادي نغير الاشاره، هنايا كانت عندها اشاره موجبه تولي لها اشاره سالبه. اذا فان 6 اكس تساوي ناقص 3، ومنه اكس تساوي ماذا؟ ناقص ب. اذا ب هو هذا، ناقص ب على اللي هي 6، هي ناقص 3 على 6، وكنختزلوا ناقص 1 على 2. اذا الحل ديال هذه المعادله 6 اكس زائد 3 يساوي صفر هو ناقص 1 على 2. إذا الآن تطبيقات. إذا التمرين الأول هو حل المعادلات التالية. إذا عندي مجموعة من المعادلات مختلفة الشكل، بعضها سهل جدا وبعضها يحتاج إلى نشر لكي أصل إلى الجواب، وبعضها يحتاج إلى تعميل إلى غير ذلك. إذا هنا التمرين الثاني حل المعادلات التالية، كذلك هي معادلات بالكسور، سهلة جدا. إذا هنا تصحيح التطبيقات. نبدأ أولا بالتمرين رقم واحد. إذا حل المعادلة التالية، إذا A يساوي 2X زائد 4 يساوي ناقص 3. قلنا كنديرو في الطرف الأول المجاهيل وفي الطرف الثاني المعالم. إذا هنايا 4 هو عدد معلوم، يعني نحولو إلى الطرف الثاني غتغير له الإشارة. إذا 2X كيساوي ناقص 3 ناقص 4، 2X كتساوي ناقص 7، إذا ناقص 3 ناقص 4 هي ناقص 7. إذا الحل ديال هذه المعادلة هو ناقص B على A، إذا ناقص 7 على 2. مروا إلى التعبير الثاني، ب إكس ناقص 7 يساوي ناقص 5. إذا هنايا عندي إكس غادي نخليه في الطرف، والطرف الآخر غادي نرجع له ناقص 7 غتولي لي زائد 7. إذا إكس كيساوي ناقص 5 زائد 7 هي 2، إذا إكس يساوي 2 هو حل لهذه المعادلة. إذا المعادلة الثالثة 3 إكس زائد 7 يساوي 2، إذا نخلي 3 إكس في الطرف و 7 نردها للطرف الثاني فتصبح ناقص 7. إذا 3 إكس يساوي 2 ناقص 7، 3 إكس يساوي ناقص 5، إذا إكس يساوي ناقص 5 على 3 ناقص ب على أ. إذا تتمة ديال حل التمرين رقم واحد، المعادلة دي 4 إكس زائد 5 يساوي 2 إكس ناقص 17. إذا ردوا المعالم إلى جهة والمجاهيل إلى جهة،
اذا هنايا 2 اكس كانت موجبه رديتها للطرف الثاني رجعات سالبه، كذلك 5 كانت موجبه رجعات سالبه. اذا هنايا 4 اكس ناقص 2 اكس هي 2 اكس، ناقص 17 ناقص 5 هي ناقص 22، اذا ناقص بي على ا هي ناقص 22 على 2 هي اكس كتساوي ناقص 11. المعادله او 2 مضروبه في اكس زائد 4 يساوي ناقص 6. اذا هنا غادي نديروا عمليه النشر، 2 في اكس زائد 2 في 4 يساوي ناقص 6. اذا 2 في اكس زائد 2 في 4 يساوي ناقص 6. اذا 2 في اكس هي 2 اكس، 2 في 4 8 يساوي ناقص 6. اذا المعالم الى جهه والمجاهيل الى جهه، اذا 2 اكس كتساوي ناقص 6 ناقص 8، اذا 8 كانت موجبه رجعتها الطرف الثاني ولات سالبه. اذا 2 اكس كتساوي ناقص 14، اذا اكس كيساوي ناقص ب على ا، اذا ناقص 14 على 2 تساوي ناقص 7. المعادله اف اكس زائد 4 يساوي 2 مضروبه في اكس ناقص 3، اذا هنايا خصني ننشر كذلك 2 في اكس ناقص 2 في 3، اذا هي اكس زائد 4 يساوي 2 في اكس ناقص 2 في 3، اذا اكس زائد 4 كيساوي 2 اكس ناقص 6، 2 في 3 يساوي 6. معالم في جهه والمجاهيل في جهه، اكس ناقص 2 اكس يساوي ناقص 6 ناقص 4، غتصبح لي ناقص اكس كتساوي ناقص 10، اذا اكس كتساوي لي ناقص بي على ا لان هي ناقص 10 على ناقص 1 كتساوي لي 10. نكملوا التعبير جي، اذا المعادله جي 3 في 3 ناقص 2 اكس زائد 2 يساوي ناقص 2 مضروبه في 2 اكس زائد 3، اذا غادي ننشر، اذا 3 في 3 ناقص 3 في 2 اكس زائد 2 يساوي ناقص 2 في 2 اكس ناقص 2 في 3، غتصبح لي هي 9 ناقص 6 اكس زائد 2 كتساوي ناقص 4 اكس ناقص 6. وغادي نمشي عاوتاني للمعالم في جهه والمجاهيل في جهه، اذا هنايا غادي نحصل على ناقص 2 اكس كتساوي ناقص 17، اذا اكس كيساوي ناقص 17 على ناقص 2، اذا هي 17 على 2. اذا المعادله اي، اذا 2 اكس زائد 3 اس 2 كيساوي 3 زائد 2 اكس ناقص 1 لكل اس 2، اذا هنايا متطابقه هامه رقم 1، هنا المتطابقه هامه رقم 2، اذا غادي ننشرهم. اذا النشر ديال المتطابقه الهامه بهذا الشكل، اذا ا زائد ب لكل اس 2 هي ا اس 2 زائد 2 في ا في ب زائد ب اس 2، اذا هذه الطريقه اللي درناها هنايا كتساوي 3 زائد عاوتاني متطابقه هامه ا ناقص ب لكل اس 2 ا اس 2 ناقص 2 ا ب زائد ب اس 2، اذا غنحصلوا وغنمشيو كنشروا وكنبسطوا هذا التعبير وكنحصلوا في الاخير على 0 اكس اس 2 زائد 16 اكس كيساوي ناقص 5، حيث ان ا 16 و ب هو ناقص 5، اذا اكس كتساوي ناقص 5 على 16. اذا التمرين الثاني، الحل ديال التمرين الثاني، حل المعادلات التاليه. اذا عندنا اكس ناقص 3 على 2 زائد اكس زائد 1 على 3 كيساوي 6 اكس ناقص 3، اذا شنو كنديروا هنايا؟ اول حاجه خصني نوحد المقام، اذا المقام الموحد هو 6، لماذا؟ لان 6 مضاعف ل 3 ومضاعف ل 2، اذا غادي نوحد المقام بهذه الطريقه هذه، اذا غادي نضرب هنايا في 3 وهنايا غنضرب في 2، كذلك البسوط سنضربها في 3 و 2 على التوالي، غادي تصبح هكا، غادي نحصل على 3 اكس ناقص 9 على 6 زائد 2 اكس زائد 2 على 6 كيساوي 6 اكس ناقص 2 على 6، اذا هنا هذه المتساويه كتقول واحد العلاقه. كنضربوا على هاد المقامات الا كانوا متساويين، غادي نحصل على 3 اكس ناقص 9، اذا غنضربوا على ديك 6 المقام، غادي نحصل على 3 اكس ناقص 9 زائد 2 اكس زائد 2 كيساوي 6 اكس ناقص 2، اذا هذا هو تعبير حرفي. اذا غادي نحاول نبسطو وغنحصل في الاخير على ناقص اكس كيساوي 7، اذا اكس كيساوي 7 على ناقص 1 اللي هي ناقص 7 على 1 اللي هي ناقص 7. إذن ب، تعبير ب هو اكس زائد 1 على 4 زائد 2 كيساوي 4 ناقص اكس على 3، إذن كذلك خصني نوحد المقام، المقام الموحد في هذه الحالة هو 12 لأنه لا توجد علاقة تضاعف ما بين 4 و 3، إذن كنوحد المقام كنمشي بهذه الطريقة هذه، تبعوا معايا الخطوات وغادي نحصل على تعبير حرفي وغادي نبسطو وغادي نحصل على 7 اكس كتساوي ناقص 11، إذن اكس كتساوي ناقص 11 على 7. تعبير سي هو اكس زائد 4 على 6، اذا كيساوي 3، كذلك خصني نوحد المقام، المقام واحد هو 6، وغادي نمشيو وكنبسطوا هذا التعبير غنحصلوا على اكس كتساوي 18 ناقص 4 اللي هي 14.
تعبير دي اللي هو اكس ناقص 3 على 2 ناقص 2 كيساوي 3 زائد اكس على 4، كذلك خصني نوحد المقام. اذا المقام واحد في هذه الحالة هو 4، علاش؟ لانه مضاعف ل2. غادي نوحد المقام وغادي نحصل على التعبير الحرفي هذا، ثم غادي نبسطو وغنحصل على اكس كيساوي 17. هنايا 4 اكس ناقص 1 زائد 2 ناقص اكس على 2 كيساوي اكس ناقص 1 على 10. خصني نوحد المقام كذلك، المقام واحد في هذه الحالة هو 10. من بعد غادي نوصل إلى تعبير حرفي هو هذا، 40 إكس ناقص 10 زائد 10 ناقص 4 إكس ناقص 5 إكس كيساوي إكس ناقص 1. غادي نبسط التعبير وغادي نحصل على إكس كيساوي ناقص 1 على 34. إذن هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو ديال المعادلات، كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المعادلات، زيدوا طبقوهم وحاولوا أنكم تخرجوهم بلا ما تشوفوا في الحل ثم تحققوا من الجواب. إذن ترقبوا فيديو آخر إن شاء الله حول درس جديد إن شاء الله في مادة الرياضيات، دائما في إطار الدورة التكوينية في مهن التربية والتكوين في مادة الرياضيات معارف وديداكتيك. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.